بتحدد بالساعه اللي انت اتولدتي فيها. اتولدتي الساعه كام بتلاقي نفسك انت برج الجدي مثلا وسمير برج الجدي. انما انت الساعه اللي اتولدتي فيها كل صفاتك الشخصيه مثلا عذراء. ايوه هو صفاته الشخصيه اسد مثلا. فتلاقيكم صفاتكم مش العامه واحده مشتركه. انما كل واحد له صفات شخصيه حسب البرج الطالع بتاعه. امال انت برج الساعه كام؟ انت برجك ايه؟ انا خليني اسالك انا. انا برج الثور والبرج الطالع بتاعي. قال لك طب احنا زي بعض بقى الابراج الترابيه. لا الابراج الترابيه يعني نفس الصفات العامه. البرج الطالع بتاعي اسد. والطالع اسد. يعني انا صفات الشخصيه اسد. صفاتي يعني العامة ترابي على ناري. أصلاً أنا حافظة الأبراج بحكاية الترابية والنارية والمائية والهوائية. إحنا نتفهم كويس. فعجبني التصنيف ده. كل الصفات الترابية يعني زي الأرض. الأرض لما ترويها وترعيها تديك الخير كله. مظبوط. وممكن تبلعك لو غضبت منك. صح. دي الأرض. صفات الأبراج النارية نفس الحكاية. النار ممكن تحرقك وممكن تدفيك. والمائية ممكن المية تغرقك وممكن تنعشك. صح. والهوائية بقى من أصعب الأبراج لأن الهواء ده زي اللي بنتنفسه يعني زي الأكسجين كده تتعود عليه لكن ما تقدرش تلمسه. فتبص تلاقي لو أنت حبيت واحدة من برج هوائي اتعودت عليها لكن ما أنتش عارف. صح. تمسكها زي الزيبة. فدي من أصعب الأبراج. بس كويس إن إحنا ترابيين. طب إحنا ترابيين زي بعض. فنفهم بعض. طيب. رقم الحظ بتاعك إيه؟ رقم الحظ؟ لا أنا ما عنديش. بتحبي يعني رقم 13؟ مش مؤمنة. هو أنا اتعودت إن كل الناس يقولوا 13 ده رقم مش حلو. فابتديت كده يعني شوية أكش منه. أنت بتؤمني بالأبراج. هل بتؤمني بالتنجيم؟ بالتنجيم؟ التنجيم. لا يعني انا ما انا اقرا ما هو النجم برضو ما هي فيها شيء من التنجيم. لا مش قوي. العراف العرافين. عشان في عراف تركي بيقول ان هو قاعد مع دلال عبد العزيز واكتشف انها من اصول عريقه. أغرب ضيف هو الذي طلب موعد لزيارة سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز. الأمر هام جدا. أثناء الزيارة قال لهم الضيف إنه عراف تركي متخصص في الأنساب. أنه كان يعد بحثا عن الأسر التركية العريقة. وأنه اكتشف أن الجد السابق لوالد دلال عبد العزيز جاء إلى مصر مع الغزو التركي. منذ 5 قرون وأنها تنتمي إلى الأسرة الملكية للسلطان سليم الأول. وأنها يمكن أن تتمتع بالمخصصات الملكية كما يمكنها أن تحمل اسم أميرة تركية لأنها من نسب عريق. ضحك سمير ودلال تفكر في القصة كلها ولم يصل إلى قرار بعد. هل فعلا عراف جاء لك الكلام؟ لا طبعا ما حصلش خالص. كذب المنجمون ولو صدق. بس ده موقف. انا بكلمك عن موقف. لكن لا طبعا ما حصلش خالص. وبعدين انا عارفه اصلي كويس قوي. فلا يمكن اطلع تركية. الاصول العريقه ممكن تبقى اصول عريقه انما مش تركية يعني لان انا مصرية أبا عن جد عن أم عن شرقوية. البياض الجميل صميمة الشرقية والد أهلية. أنا بجمع ما بين الشرقية. الشرقية بابا الله يرحمه والدي من الشرقية. عيلة نعمان عيلة معروفة في الشرقية ديار بنجم. وماما ميت غمر عيلة سلام من هلا مركز ميت غمر. فعارفة أصولي من الجد العاشر والبتاع وحافظة اسمي. كان جدي الله يرحمه بيقعد يحفظني اسمي بالكامل. ده الأول. قول يا ريت. دلال عبد العزيز. أنا اسمي الحقيقي على فكرة ماليش اسم فني. دلال عبد العزيز محمد نعمان حسن مصطفى نعمان قطب نعمان. فعارفة يعني ده كده يبقى كام أب وكام جد. مفيش سليم الأول في الأخر. مفيش حتى سليم نعمان أقوم أشوف. كنا نقول كده. طب إيه رأيك لما يطلع خبر زي كده يعني
مدى صحته يعني تقولي ايه مثلا؟ يعني يمكن العراف عايز يسترزق. رايك في الفسيخ؟ بعشقه. بتعشقيه طيب؟ بعشقه احبه فعلا. اصل في هنا خبر بيقول كمان كذبوا خبر عن الفسيخ. دلال عبد العزيز والفسيخ. ضبط سمير غانم زوجته دلال عبد العزيز وهي تلتهم كميه كبيره من الفسيخ، قد ملأت الرائحه منزل الزوجيه، وكانت خناقه كبيره تركت على اثارها دلال المنزل وذهبت الى منزل والدتها بالعجوزه، ولم يجد سمير شيئا يفرغ فيه غيظه الا ان يجرب طعم الفسيخ، فالتهمه كله ما كان منه الا ان ذهب لمنزل حماته لمصالحه دلال، وفي يده لفافه كبيره، وعندما فتحت دلال وجدت انها فسيخ، قامت خناقة أخرى بين دلال والدتها، تركت على أثارها منزل والدتها والفسيخ، وعادت مع سمير إلى المنزل. أقول لك حاجة، الخبر ده في شيء من الصح. أيوة قوليلي، ما أصلنا إيه؟ أصلنا إيه؟ يعني أنتوا مش جايبين أخبار كلها. أنا حاسس إحنا جايبين إيه؟ المنشطات هي اللي بتقول. يعني مركزين، قصدي مش مركزين على الأخبار الكاذبة بس. لا قوليلي بقى حكاية الفسيخ. لا أنا بعشق الفسيخ فعلاً. ما أنا عارف. وفعلاً سمير مرة دخل لقى ريحة البيت وحشة قوي مقلوبة، وعمل ثورة هو ودنيا وإيمي، وعلمهم أول ما إف يا مامي. ولهم حق ولا ملهمش حق؟ بس لا طبعا أنا فضلت أستدرجهم لغاية ما بيحبوه دلوقتي، بيعشقوا الفسيخ. رحتي مسرحيات في بيروت؟ يعني عرضتي في بيروت؟ يعني مسرحيات طبعا عرضت، أخويا هايس وأنا لايس، أنا وسمير غانم بس. دي اللي عرضتها، ورحت بقى مع سمير لبنان وهو بيعرض مسرحيات اخرى يعني، اللي هي بس سيبوش في لبنان ابدا. سيبوش في لبنان عشان بلد جميله وهو بيحبها جدا. بلد جميله جدا حقيقي جداً. جميله وناسها جميله وشعبها حلو. طب انا عندي هنا خبر بيقول خبر هنا بيقول مفاجاه غير ساره تنتظر دلال عبد العزيز في بيروت. هتكرهني في بيروت ليه بقى غير سارة ليه؟ عشان بيقولوا مفاجأة مذهلة ايه وجهت بها الفنانة دلال عبد العزيز بعد إسدال الستارة على مسرحية أنا قلبي دليلي. عشان كده أنا بسألك، أنت عملتي مسرحية اسمها قلبي دليلي؟ لا خالص، أنا ما عرفتش غير أخويا هايس وأنا لايس. يعني شوف، أول حاجة غلط في الخبر. التي بدا عرضها في بيروت امس لمده اسبوعين، فوجئت دلال خلال المسرحيه باحدى المشاهدات في الفصل الاخير طلبت مقابله دلال عبد العزيز والتصوير معها ايجابا بها. استقبلتها دلال في حجرتها بالكواليس، وتم اخذ عده صور لهما معا. وقبل انصرافها سالتها دلال عن اسمها وتليفونها، فقالت لها السيده: لا يهم، فانا زوجة سمير غانم منذ 3 سنوات. ده يا اما ست بتهرج يا اما ست بتكذب. طب هادي ما تنفعليش كده، ما تنفعليش كده. يا اما ست بتتخيل. يعني ما في ناس عندهم